احنا اطمننا على دلوقتي المستجدات الخاصة باللعيبة بتاعتنا، هنكمل اكيد مع حضراتكم الاخبار الخاصة بالفريق الاول على مدار الحلقة، بس في اخبار بقى الحلوة وعايزين نقول مبروك لفريق الناشئين لكرة القدم، بنتكلم من مواليد 2005 تحديدا بالنادي الاهلي، لان امبارح توجوا ببطولة غالية علينا. احنا ليه بنقول غالية؟ لان مش بس انها بطولة وخلاص، انت بتتكلم كقاعدة ناشئين عندك ان هي توصل لمراحل متطورة ومراحل متقدمة بهذا الشكل، انت كده بتقدر ان انت تطمن على الاجيال اللي جاية. نقدر نقول ان بجد الناشئين عندنا بيفرحونا، بيعملوا شغل محترم، هو توجوا رسميا كمان بلقب بطولة الجمهورية بعد ما فازوا على فيوتشر، كان بأربع أهداف كان مقابل هدف، ماتش كان جميل جدا، كان في ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، طبعا ضمن المنافسات الجولة 28 من الموسم. طيب احنا دلوقتي عندنا كام نقطة؟ احنا بنتكلم في 68 نقطة عشان نبتعد بفارق 22 نقطة عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة. طيب متبقي هنا معانا 7 مباريات لكل فريق عشان يصبح أول فريق من قطاع الناشئين بالأهلي بيتوج ببطولة الجمهورية هذا الموسم، يعني مشوار كبير جدا، مشوار طويل جدا. نتكلم أهلي 2005 تحديدا في البطولة وفازوا فيها في 21 مباراة، تعادلوا في 5 مباريات وخسروا في مباراة واحدة، أعتقد ده إنجاز كبير جدا كريم، وهرجع أقول تاني بيطمنك على اللي جاي. قاعدة الناشئين هي البيز، هي الاساس، لما عايز اشوف مستقبل شيء ما لازم ان انا ابص على الاساس بتاعه. دلوقتي انا شايف ان في تطوير كبير جدا، مش بس مؤخرا، بقالنا بنتكلم تقريبا في 3-4 سنين قاعده الناشئين عندنا والناشئين قطاع الناشئين عندنا في شغل محترم على الارض بيتم، وده اللي هينعكس بعد كده طبعا على الفريق الاول. واحنا بنبقى عارفين يا كريم ومتاكدين ان برضو لما تيجي تتكلم عن ناشئ في النادي الاهلي، ابن النادي الاهلي بيكبر ويبقى نجم مع النادي الاهلي زي اسماء كتيره جدا، يعني حدث ولا حرج عندنا في الفريق الاول على مدار كتيرة، بيبقى روح مختلفة إلى حد ما برضو طبعاً. عن إن أنت جايلك صفقة من بره، بيبقى الوضع مختلف، رغم إن طبعا كان في صفقات كتيرة جدا يعني جات للنادي الأهلي وعشقت النادي الأهلي واندمجت في النادي الأهلي، زي ما بالظبط تكون أبناء النادي الأهلي، حتى بعد ما بيغادروا النادي الأهلي بيبقى عندهم هذا الانتماء، وده بناء على كلامهم وتصريحاتهم المختلفة، لكن برضو بيبقى في فارق، أنت بتبقى ابن النادي زي ما بيتقال. فيعني لحد دلوقتي الحمد لله فعلا إحنا نقدر نطمن. كلام سليم مليون في المية، وفكرة إن هم من صغرهم بيبقوا شاربين روح الفانيلا حمراء ومتربيين على الاسس والمبادئ والقيم اللي النادي الاهلي طول عمره من قديم الازل وعبر الاجيال المختلفه معروف بيها، فطبعا حاجه كويسه جدا، حاجه تفرح وحاجه تطمننا على اللي جاي. فكره ان قطاع الناشئين ده وكانه بمثابه معمل تفريخ لانتاج نجوم مستقبليين، بالمناسبه الا ما في مره كان معانا ضيف من النقاد الرياضيين او حتى اللاعبين كره القدم السابقين في اي حلقه من حلقات البرنامج ونتكلم معاهم عن اللي جاي، ما في واحد منهم جلت منه، لازم يكون بدايه كلامه التركيز على قطاع الناشئين، وده للامانه ده اللي حاصل الى حد بعيد بدليل الانجازات اللي انت يعني صحيح بتستعرضيها مع الناس، حاجه مطمئنه. وعملنا عملنا يا كريم تقارير كتيره جدا في قطاع الناشئين طبعا. ويوم كمان التقديم اللي احنا كنا عرضناه في 10 الصبح في الاهلي تقريبا كان من سنه، وعرضنا لحضراتكم المشهد بشكل حي يعني بلحظه بلحظه زي ما بيتقال من الساعه 6 الصبح طبعا. لو انت فاكر احنا طبعا. في التقرير كنا بنعرض الاهالي والاطفال او يعني الصغار هم بيتوافدوا على النادي، اللقاءات اللي كانت جوه يقول لك انا جاي من مش عارفه من محافظه ايه ومحافظه طبعا. ايه ومحافظه طبعا. ايه، قلنا الكلام ده قبل كده، وحتى الناس اللي من القاهره اللي حتى اصدقاء لينا اللي بينتموا لانديه اخرى او بيشجعوا انديه اخرى، لما هنرجع نقول تاني ودي عشان فاكت او عشان واقع، ما بيجوا عايزين ولادهم ينضموا لنادي في قطاع الناشئين بيبقى النادي الاهلي أكيد. فانت عارف مستقبلك رايح فين وضامن مستقبل ابنك مع النادي الاهلي، فيعني فرق كبير جدا. دايما يوم التقديم بيكون الاقبال فيه منقطع النظير. لا انت مش فاهم يعني بالمعنى الحرفي للكلمه يعني حقيقي، وربنا يديمها دايما علينا نعمه. فكرة إن النادي الأهلي في قلوب وفي نظر وفي وجدان الكل، هو النادي اللي كل أب وأم يحبوا إن ابنهم يبقى بيلعب فيه، فأكيد بنتمنى لهم كلهم طبعا كل التوفيق إن شاء الله.